جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو أدنى للإطعام شيخ صالح، إذا أطعم المساكين اجتمع له 10 مساكين فأطعاهم في غداء أو عشاء أو فطور، هل يجزئ ذلك؟ نعم، ذلك يجزي عند المحققين من أهل العلم. طيب، لو غدى المساكين أو عشاهم أجزاهم ذلك على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.